عشرات الألاف يواصلون التظاهر أمام مقر حكومة رئيسة الوزراء يينغلاك تشيناوات التي اضطرت للرضوخ لضغط الشارع بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية. أريد أن أبلغكم جميعا أنني وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف قررت حل البرلمان، ورغم الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة في أسرع وقت ممكن، إلا أن المعارضة لا تزال ترفض استمرار حكومة تشيناوات في أداء مهامها. إنها مجرد خدعة جديدة وكذبة أخرى من الحكومة التي ستواصل التحكم في مصير البلاد وتوجيه الانتخابات لصالحها، ما يعني الاستمرار في السلطة وفي الفساد. لا أريد أن أسمع اسم عائلة تشيناوات، عليها مغادرة البلاد. تتهم المعارضة تشيناوات بأنها مجرد دمية في يد شقيقها رئيس الوزراء الأسبق تاكسين، الذي أطيح به من قبل الجيش عام 2006 وفر خارج البلاد لتجنب عقوبة السجن بتهمة استغلال منصبه. واحتجاجاً على الحكومة، استقال نواب حزب المعارضة الرئيسي من البرلمان، وذلك في غياب أي معلومات عن مشاركة المعارضة في الانتخابات الجديدة، بينما تبدو مشاركة يينغلاك تشيناوات مؤكدة.